هذا المتحف لا مهرب من الموت، تشم رائحته وتلحظ وجوده في كل الممرات. جولة من الرعب يقدمها متحف الموت في ثالث أكبر مدينة روسية. الموت يثير اهتمام الناس مرارا وتكرارا لأنه غير مفهوم. الكل يدرك أن الناس يموتون، كل شيء يموت، حتى الأشياء التي لا تملك روحا كالهاتف مثلا. الناس يأتون إلى هنا بهدف الحصول على إجابات عما هو غير مألوف. ثلاثون ألف قطعة أثرية جمعت من جميع أنحاء العالم، تعكس الطقوس الجنائزية لمختلف الثقافات وعادات الحداد عند كل الديانات. هذا المتحف فريد من حيث تعدد مواضيعه. يوجد العديد من متاحف الموت في العالم، لكل منها موضوعه الخاص، ويمكن أن يكون متحف الموت في السينما مثلا في بلد ما. أما هنا لقد جمع كل شيء رويدا رويدا، ويمكن زيارة العديد من متاحف العالم من خلال زيارة هذا المتحف. عادات الحداد في الماضي كانت حاضرة في المتحف، خصوصا في القرن التاسع عشر أثناء عهد الملكة فيكتوريا، حيث كان الحداد يمتد لسنوات عدة. بأنواعها من دفن وحرق وتحنيط، كان لها حظ الأسد في معرض يركز على أحد الثوابت القليلة المشتركة في جميع الثقافات الإنسانية.